على السلامة. شو اللي صار معكم بالضبط؟ والله ما كنا في مركزية مسقط للجنوب واستهدف المبنى اللي بجوارها أثر الشظايا زي ما أنت شايف، إجا في القزاز وكسر القزاز والله سطرنا الحمد لله. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك رب. الله يسلمك. هاي تقدر تشوف القزاز جراء الشظايا نسأل الله السلامة. خرب